واش انا عسران واش انا فهمي. السلام عليكم، كديرين بخير؟ اموركم مزيان الدراري؟ ان شاء الله راسكم كاملين بخير عليكم. معكم بكر حمزه، فيديو جديد من سلسله رمضان يا اخوان. خلينا نضربوا واحد الدوره نشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنا في مدينه سلق. هيا القضيه مباشرين معنا، هذا فيديو زوين هذايا. عندك يلا عجيب زيد طير ربنا. دابا راسي نقول لك صايم هاد النهار، هذا راه ما يمكنش على زحام كبير. الدراري كنبغي نوجه واحد الشكر جزيل للدراري اللي كيتفاعلوا معنا في فيديوهات، نقرا لكم مونطر كاملين الاخوان. شكرا بزاف لكم والله الاخوان، هادشي كيزيد يخليني نبقى نحط لكم فيديوهات زوينين وشي حاجه مزيانه الاخوان، شي حاجه جديده. اوقف شوف 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 على بنادم كيدير، شوف اسير اسير سالي مزروب، وانا راه ما مزروبش. اي هاد 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 اليسر هنا 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 فهاد الجهه فهاد الجهه وفهاد الجهه هكا كتب. اوه تركي عامر الصاب ميمكنش، الطريق مزدحمة. شتي هذا؟ شوف من هنا، هادي ممر الدراجات هو هذا، راه في الحقيقة راه في الأصل الإخوان راه هذا هي الطريق ديالنا فين خصنا نمشيو. راه تيقول لك الا درتي شي حادثه تسير هنا في الشنطه فين غادي دابا، راه انت اصلا انتيردي غادي، اصلا تيديروك بلي راك انت انتيردي غادي، غادي في الطريق ماشي ديالك، دونك خصك تمشي في الطريق الثاني راهي. وحنايا الله يهدينا مشاق مشاق. دابا شنو فيها بنادم الا تسنى واحد دقيقة هنايا في الضوء الاحمر؟ شنو فيها؟ ما عرفش بنادم عنده صاحبي، ما عرفش شنو عنده في راسه كريري، راه عرفتي شنو؟ راه والله تشاب كمخزن ديال بصح، شفتو من البعيد ديما شوف البعد. دابا هذا دابا هادو شدي لي راه يراني عندك يا مولات الاودي ولول. شو حنايا خصك تكون هي راه الصراحة راه دايز ولكن انا نعنكشة. حنا دابا العشرين عرفتي فين؟ حنا دابا راه في حي الرحمة، كلشي كاين هنايا الا الرحمه راه ما كايناش. حي الرحمه حتى فين هي الرحمه؟ ميمكنش اصاحبي، والطريق ضيقه وتزيدو انت وقفش بنادم نيشان بحال كيدير بحال هاد مول الطاكسي هذا، بحال هاد الوقفه هادي زوون هادي بعقلها، تدوز بكل امان بكل اريحيه. انت شوف مشكينه يا صاحبي راه ما يمكنش هاد البلايص عشوائيا، ما يمكنش خرج لك من لهنا وخرج لك من لهنا، خصك تبقى غادي حاضي مع بنادم. سير 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 كامله بومبا سير ولا
هذاك شي اللي داير يا يا على بلا شبكات فيه شباكية يمكنش زعيم الضرب والسرقة ذاك شي بين عين بين موش الإخوان بين الوجوه ديالهم ما نصبوش ليهم في المشاكل سيرتو ولكن الا بغى السيد بغى الفيديو نصيفطو ليه كاينش المشكل كاينش المشكل صيفطو ليه العز حيث ارى الورق السياره هما تيجي يوقفوا هنا يا تيح اجيب هاد الوريقات ديالك تيجيو الطاكسيات صوبر تبقاو يعمروا ديك البلاصه هادي تيولي ام ديال الطاكسيات دابا اللي جاو تيحيدوا ليه تيشدوا ليه الوراق قال لي رانا غادي قال لي الورقات ديالك حتى فين غاديه غادي ديك دي معك واحد المخالفه ديها معك شوف 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 كيقول لي زيد صافي شد الفلوس شد الفلوس صافي سير دبر راسك والحاجه تي خرج بوحدي راه الا خرجت من باركينغ حتى كتقول لي ادخلي فين ادخل هذا هو شارع بنو الهيتم معروف هنايا في حي المبيعات تيعمر بداكشي ديال الجوطية الخضارة في اليمن صحاب الجوطية في الوسط الشانطة هي بصراحة مخيبينها هما لينا الكرار زعما هانشاف هادو هما اللي مخيبين الله يسهل على اي واحد انما خصهم يديروا لهم فين يبقاو يبيعوا ما يبقاش يوقفوا في الشنطه يعرقلوا طوموبيلات ولا عيباش كذا انا العسلان تيكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو نتمنى الفيديو يكون عجبكم باش نطول عليكم فيديو درنا واحد الدوره خفيفه في مدينه سلا نبارطاجيو معكم الاجواء كيفاش دايره يلا الاخوان فما تنساوناش بلي لايك ديالكم تعليق ديالكم اي تساؤل ولا اي مشكله كنخليكم ليان ديال الانستغرام في اول تعليق يلا تهلاو بيس ليكم.